أكيد اليوم رح نحكي سلمى عن موضوع يمكن شوي ممكن نحسه غريب، لكن دائما ممكن شغلات بسيطة وصغيرة ما ننتبه لها هي بتأثر على نفسيتنا على رغباتنا بشكل كتير كبير. اليوم رح نحكي عن تأثير الأشكال الهندسية على نفسية الإنسان. يمكن هالموضوع عند البعض بيعرف لو جزء بسيط منه، ويمكن البعض الآخر ما عنده أي دراية حول هذا الموضوع. رح نحكي بالتفصيل مع عامر البضنة، هو المهندس المعماري اللي دائما عنده شيء جديد يخبرنا اياه. صباح الخير عامر. صباحك فرح. سعد صباحك. وصباحك يا رب. يعني دائما بنحكي هيك مواضيع شوي متخصصة، يمكن اليوم رح ندخل شوي بموضوع فلسفي بيحكي عن المكان وتأثير المكان بشكل عام. يمكن الناس وقت تفوت على محل له شكل معين يمكن مدور بيكون في له طاقة وتأثير على نفسية الإنسان غير المكان مثلا المستطيل أو المفتوح أو ما إلى ذلك. لهيك خلينا نبلش فعلا نحكي قديش بيرتبط الخط والتقسيم بنفسية الإنسان. تمام. هلا بداية الشيء اللي رح نحكي فيه اليوم هو تأثير الشكل بشكل عام على نفسية الإنسان، شكل المبنى تصميمه من الخارج ومن الداخل على نفسية الإنسان. هذا العلم موجود من أول ما خلق علم العمارة بالعالم. دائما استخدموا هذا الشيء لكذا حالة. إما أنا بدي أوصل حالة من العز والفخر والكبرياء، بدي وصل حالة من الاندفاع والقوة، حالة من الفرح والبهجة. مهم أنه أنا بدي وصل شعور معين للزائر أو لمستخدم هذا المكان بطريقة غير مباشرة. يعني أنا ما بدي أقول أنه أنت اكتب له ورقة اضحك أنت وفايت لهون، لا، أنا بدي خليه يضحك هو وفايت بدون ما يشعر ليش عم يضحك، أو بدي حسسه ممكن أحيان بالخشوع، أحيان بدي حسسه بالرهبة لما أنا ندخل على قصور، لما ندخل على مناطق إلى يعني بحاجة إنه يكون الشخص برهبة. مثل الآثار والمعابد. تماماً. فأنا إجباري بدي حسس الشخص أو الزائر بهذا الشعور بدون ما أقول له إنه لازم تكون أنت هيك لما تدخل. فهي هذا الشيء موجود يعني بالمطلق بأغلب الفعاليات اللي منروحها من القديم وحتى حالياً. هلأ عم تكثر انتشارها بعد ما وعيت العالم على هذا الموضوع، فصار الطلب عليها أكثر من خلينا لك من عامة الناس هي ما عندها دراية بشكل مباشر عن هذا الموضوع، بس لا بالعكس صار عم تطلبها، صارت تنتبه لهذا الموضوع، صارت تقول إنه أنا لما بدي أجي أصمم الفراغ بدي أحس إنه أنا بدي أكون مبسوط بهذا الفراغ، ما بدي فوت اكتئاب، أو ما بدي فوت مثل عفوا فايت حدا على مقبرة يكون هو لا فايت، بده يكون يعني بده يكون شعوره غير لما فايت على شيء نصر أو شيء فرح، فلائما بده يكون بينتبه على هذا الموضوع. هلا مدى تاثير الشكل او خلينا لك التصميم المعماري على نفسيه الانسان تبعا للوظيفه، يعني انا بالدرجه الاولى خلينا نعطي مثال والعالم كله بتعرفه، اذا ما حدا زاره بشكل مباشر فانا بيعرفوه عن طريق التعليم او عن طريق الانترنت او التلفزيون اللي هو الاهرامات. نحن ببداية أهم نقطة خلينا نقول أو أهم عنصر أو آبدة معمارية موجودة هي الأهرامات. اليوم الإنسان لما بده يدخل على الهدف أساسي، الهدف لبناء الأهرامات هو قبور للفراعنة، فالفراعنة كان الهدف الأساسي إلى لما طلبت من المعماريين المصريين القدامى أنه يبنوا آبدة معمارية، هي كان الهدف منها الخوف، تخويف الناس من فكرة الدخول إلى هذا الهرم أو ممكن سرقة الممتلكات الخاصة بالفرعون. فدائما الفكرة الأساسية اللي كانت بوجود هذا البناء هو تخويف الإنسان قبل ما يدخل، والرهبة من هذا المكان والعظمة والسمو لهذا المكان. كمان هذا الشيء ظل متواجد أيضا ضمن الحضارة الفرعونية. فينا نربط، عفوا عامر لو قاطعتك، فينا نربط هذا الشيء بالمثلث لهذا الشكل الهندسي؟ تماما. هلأ هون في نقطة كثير مهمة أنا كنت حابب خليها لبعدين، بس ما في مشكلة بنحكيها هلأ. دائما الشكل الهندسي أو بالأقلين لك الشكل الهندسي الهرمي دائما له علاقة بأبعاد الهرم، يعني إلا لما يكون طول قاعدة الهرم، دائما إحنا الهرم هو قاعدة مربعة وأربع أسطح مثلثية، فأنا لما يكون قاعدة الهرم مساحتها أكبر أو طول ضلعة أكبر من ارتفاع الهرم بيعطيني بشعور الضغط، وهذا شعور مخالف للشيء اللي أنا بدي إياه بالأهرامات. فدائما بنلاحظ أنه نسبة الأهرامات الثلاث أهرامات اللي هن خوفة وخفرع ومنقورع، ثلاث أهرامات بيتبعوا لنسبة معينة، فدائما بنلاحظ أنه الهرم قد ما صغير حجمه بس لساته محافظ على النسبة اللي بتحسس الشخص حتى لو شافه من بعيد بنوع من الخوف، بنوع من الرهبة، بنوع من العظمة، يخليني أقول لك حسب كل شخص من شخص لآخر. فهون احنا نكفي كمان كحضارة مصرية بشكل سريع من المعابد المعروفة معبد الكرنك. كان الهدف من المعبد الكرنك
لعند قدماء المصريين، أنا بدي أدخل بدي مارس طقوس العبادة إلى الآلهة اللي كانت تعبد بهذيك الفترة. فكان من زمان لاحظ أنه دخول المعبد عن طريق بوابة كثير ضخمة تعادل تقريباً 10 أضعاف طول الإنسان الطبيعي، بتتدرج تلقائياً عبر القاعات المتتالية لتوصل لمنطقة قدس الأقداس. قدس الأقداس هي المنطقة اللي يتم فيها العبادة. بنلاحظ أنه بهي المنطقة تضيق بيضيق المسافة كلياتها حتى تحسس الإنسان بالخشوع بعد ما كانت تحسسته بالرهبة. فهي هون في شعور متناقض للإنسان، إنه أنا بدي يكون عندي شعور خوف ورهبة من الآلهة، لما بدي أوصل للداخل بدي يحس بشعور الخشوع. الإنسان بيحس بشعور الخشوع بشكل تلقائي لما بيكون بمكان ضيق هادي عتم نوعا ما، وتركيزه كلياته عم يصب نحو فكرة العبادة. هذا الشيء ضل موجود على مر العصور. فمثلا مثال كثير كمان شائع، قصر فيرساي بفرنسا، مع العلم انه هو ما في ملك هلا وما في اي شيء من الاثار الملكيه الفرنسيه القديمه، لكن لحديت اليوم اي زائر بيزور قصر فيرساي بشكل تلقائي بحس بشعور انه انا فايت على مكان يعني شيء كثير مهم. انا بدي اكون بطريقه لبقه، بدي اكون احكي بطريقه محترمه. هذا الشعور هو الانسان بيحسه عن طريق دراسات سابقا عملت او عن طريق شيء تعلمه، وإضافة للشعور أول ما يدخل على هذا الفراغ. وطبعا مستمر هذا الشيء بضمن الجوامع، ضمن الكنائس، وهلأ من أحدث الشيء اللي نعمل ضمن الكنائس هو كنيسة ساغرادا فاميليا بإسبانيا. طبعا هي الكنيسة دائما في عليها إشكالات، صار عليها من قبل أنه هي عمل كذا تصميم لها، وكل مرة يتغير التصميم، كل مرة يتغير التصميم. دائما كان المهندس اللي عم يشتغل فيها بده فكرة يوصلها، انه هو واحدة من الواجهات بده يسميها واجهة الآلام. هيوصل آلام المسيح للشخص اللي واقف قدامه، يعني انا الشخص مجرد ما واقف قدام هاي الواجهة بده يحس بشعور آلام المسيح اللي تعرض له خلال فترة خلال الصلب وما بعده. فلحديت اليوم، خليني اقول لتاريخ اليوم، نحن عم نستخدمها بطريقة غير مباشرة. نطرح كمان مثال بسيط اللي هو الأبراج اللي عم تنعمل. لما اليوم بدي أعمل تصميم برج بدي انتبه لنقطة كثير مهمة، لازم احنا وين ما كنا عم نشوف برج خليفة اللي هو أعلى ناطحة سحاب في العالم بنحسه برج رشيق، رغم انه هو مساحة القاعدة تبعه كثير ضخمة إضافة لارتفاعه. شو سبب الشعور بهي الرشاقة؟ سبب هذا الشعور انه هو عم يبلش بقاعدة كبيرة وعم تنتهي بقمة مستدقة، او بنسميها نحن القمة يعني الرفيعة اللي. اضافة انه الاسطح تبع البرج هي اسطح ملساء غنية بالفتحات اللي هي الشبابيك، فهي عم تولد لي شعور انه هذا البرج طويل ورشيق بنفس الوقت، مع العلم انه اي شخص بيزور برج خليفة او ممكن يطلع بشكل هيك بسيط على مساحة القاعدة بيلاحظ انه مساحة القاعدة تعادل مساحة قرية، فهي بالنهاية مساحة هائلة. لكن تم التلاعب بهذا الموضوع من خلال عملية التناقص بمقطع البرج لوصولها لنهاية قمة البرج. هذا الشيء كلياته تولد من إيحاءات الأشكال الهندسية مثل ما ذكرتي. فمنلاحظ أنه خلينا نبلش بأبسط شكل اللي هو الخط المستقيم. الخط المستقيم اليوم إذا منشوفه بشكل طبيعي ما بيوحي لنا بأي شيء، يعني نحن بنشوفه سواء بشكل أفقي أو بشكل شاقولي ما بيوحي لي بأي شيء. سكينة. تمام، خط بس. تمام. إمتى ببلش يوحي لي هذا الشكل بشيء معين؟ لما يتم إضافة نفس الشكل أو نفس الخط بس بطريقة مغايرة، يعني أنا نفس الخط المستقيم بس أنا بدي أحطه بشكل مثلث. مجرد ما أنا شفت المثلث فأنا عم يعطيني توجه للاندفاع نحو الأمام. شفت مثلث إما بدي كفي دغري أو عم يوجهني نحو اليمين أو نحو اليسار، فأنا بمجرد خطين متقاطعين أو متعامدين عم يعطيني إحساس بالتوجه بشكل تلقائي. باليوم أنا مالي كاتب له اتجه يمين للشخص، لا أنا حاطط له سهم، بس سهم عبارة عن تقاطع مستقيمين عم يوصلني للنتيجة اللي بدي إياها. من هالشي كمان بدنا ناخد بعين الاعتبار نعمل شوي هيك شيء فلسفي زيادة، هو فكرة إشارة البرق إذا نعرفها، اللي هي تقاطع الأشكال الزوايا الحدة اللي بتعطيني شكل إشارة البرق. شكل إشارة البرق إذا بحطها بالطريقة المعاكسة، يعني السهم أو خليني أقول لك الذروة تبعها إذا بحطها نحو الأعلى ما بتعني لي لشيء، مع أنه نفس الشكل بس أنا متعود عليها بشكل تلقائي وعيني متعودة تقرأ هذا الرمز أنه هو من الأعلى عريض ومن الأسفل ضيق، فهو رمز إشارة البرق. فهي نوع من خليني لك الإيحاءات اللي بتعملها الأشكال والخطوط للإنسان. طيب عامر، هون كنت أسألك، يعني اليوم أنت عم تحكي عن
الخطوط بشكل عام اللي موجودة دمج أكثر من خط مع بعض، قديش بيوصل رسائل معينة، وخصوصا مثل ما قلنا المستقيم له فراغه المعين وله رسالته المعينة، ونفس الشيء الانحناء اللي موجود بالدائرة نصف الدائرة وما إلى ذلك، كتير أشكال هندسية، الزوايا اللي ممكن يشكلها المربع. خلينا نحكي عن دمج هاي الأشكال مع بعض وكيف هلأ عم تترجم على أرض الواقع. يعني اليوم نحن بحاجة كتير لأماكن تريحنا نفسيا لما ندخل وتكون ملائمة، وخصوصا أنه صار في العودة، لأنه ناس تقعد بالبيت بشكل كبير أو ناس تقعد بوظائفها بشكل كتير كبير بسبب جائحة كورونا وما إلى ذلك. فقدي صار في حرص هلأ بالخط العمراني الجديد أنه يكون هاي الأشكال مستخدمة بتأثير النفسي الصحيح على الإنسان. تمام. هلأ يعني بشكل أكيد مثل ما حكيتي أنت، اليوم الشخص بده لما يقعد بالفراغ بده يحس بأنه هذا الفراغ مريح بالنسبة له، فكثرة دمج الخطوط سواء الخط المستقيم مع الخط المنحني مع الخط المنكسر مع الخط مع الزوايا المنفرجة أحيانا بتولد شعور من الضيق، يعني أنه أنا متشوش ما لي عرفان ما بدي أطلع، ما لي عرفان هذا الخط ليش عم يعمل، ليش مرتبط مع هذا الخط، ما في سبب. فدائما عملية ربط الخطوط ببعضها بده يكون في إلها سبب لحتى ربطت هذا الخط. يعني أنا ما حطيت خط بشكل عشوائي، تقاطعات خطوط بشكل عشوائية، لا، أنا هاي الخطوط لازم يكون إلى مراكز، لازم يكون إلى أساسيات، نقاط علامة رئيسية لحتى تعطيني هدف لهي الخطوط، وإلا ما هي لوحة عشوائية محطوطة مرسومة على الجدار أو على الأرضية أو على الأسقف. فملاحظة لا، أغلب التصميمات الحديثة للفراغات، خلينا سواء فراغات سكنية أو فراغات ترفيه مقاهي أو مطاعم، لاحظ إنه دائما التواجد الخطوط عم يكون نوع واحد من الخطوط، فمثل ما قلتي إما مثلثات أو مربعات أو دوائر عم يتم تقاطعها مع بعضها. أما أني أنا أقطع مثلا مستطيل بمثلث فهي نوعا ما شيء ركيك أو ضعيف، ما نوع شيء أساسي هندسيا، وإنما أنا لازم يكون عندي تقاطعات إجباري لازم يكون فيه لكن ضمن الشكل الواحد. وأنا بحبس دائما أن التقاطع ضمن الشكل الواحد، ليش؟ أنه بحسس الإنسان، بيضل الإنسان هو عم يطلع على الشكل، عقله بشكل تلقائي شغال بده يعرف هذا الشكل شو هو ليش نعمل. فأنا بدي سهل على هذا الموضوع على الإنسان، لأنه أنا لما بده يقعد شخص بفراغ كل تركيزه بده يعرف هذا الشكل ليش راح معمول هيك، فهو ما عاد استمتع بالقعدة اللي قاعدها أو ما عاد استراح حتى إذا كان قاعد ببيته. فأنا بدي بسط له الموضوع أنه مثلا تقاطعنا هالمربعين نتج عنه مربع أصغر، هذا المربع موجود فيه عنصر إضاءة سهلة، بس بساطة ببسيط، ما في أي تعقيد، ما في أي تشويش للإنسان. وهذا الشيء مستخدم على مر العصور على فكرة، ما نو شيء جديد من عمل، بس نحن تم تحديثه. يعني نحن كان من زمان تقاطعات الخطوط المنحنية عم تولد لي زخارف موجودة ضمن الكنائس أو ضمن الجوامع أو ضمن القصور، هاي الزخارف نطلع عليها كلوحة واحدة بتوصلني لنتيجة نهائية، إنه بجوز تكون آيات، بجوز تكون حكي، بجوز تكون بجوز ما بعرف شو، يعني ممكن توصلني لنتيجة. بس أنا اليوم بسطت لهذا الموضوع، بسطت موضوع الأحرف، موضوع الانكسارات، موضوع الزخارف، بسطت للأشكال الأساسية اللي هي المستطيل، المربع، الدائرة والمثلث. فدائما مهم، أهم نقطة بهذا الموضوع هو التبسيط. أنا بحط قد ما بدي خطوط، بس خطوط مبسطة مفهومة إلى هدف، ما تكون خطوط عشوائية. مثال كتير حاليا دارج، لما بفوت على مكان خلينا لك صالة لعب بولينج مثلا، دائما بحسسوني بالخطوط الموجودة أنه أنا بدي يكون في طاقة، لازم يكون عندي طاقة، حتى لو أنا كنت فايت مية تعب فارد تعب، بس أو ما بدي ألعب بولينج أو حتى ما بدي ألعب تماما. هذا هدف كتير أساسي على فكرة، لما يدخل الشخص أنه أنا رايح مع رفقاتي بس أنا ما بدي ألعب، أول ما بفوت على المكان فجأة بصير بدي ألعب ما بعرف ليش. هلأ هي هون بتلعب أكثر من عنصر غير موضوع الخطوط والأشكال، وإنما هي الألوان، اختيار الألوان كمان اللي دائما نحن بنحكي فيها، أنه نركز على اختيار الألوان، اللون الصحيح بالمكان الصحيح. يعني ما فيني حط لون بيحسسني بالراحة وبالسكون وبالهدوء بمكان بيحتاج فيه نشاط، مثل مثلا نحكي عن باعتبار عم نحكي عن صالة البولينج، فدائما بنشوف صالات البولينج باللون الأصفر، باللون الفستي، باللون الفسفوري، تماما الألوان الفاقعة اللي هيك بتحسس الإنسان بالنشاط. إضافة أنه وجود الخطوط، دائما أول ما ندخل على الفراغ مثل صالة البولينج بنلاحظ أنه خطوط أسهم عم توجهني فورا لمكان اللعب، أنه وسهم هون عم يقول لي أنه هون أنت بدك ترمي الطابة وهون أنت بدك تأخذ الطابة، هذا كله عم يحفز الإنسان أنه يجرب. فهي دائما نحن بنلعب على هاي الوتر، أنه خلي الإنسان يجرب، أنه أنا هدلك وين بدك تحط الطابة، تعال جرب شلون بدك تحطها. فما بيخلي الإنسان يقعد هو أنه
شو بدي اعمل انا هلا؟ ما بعرف شو بدي اعمل، ناطر لحتى حدا يجي يقول لي، لا ما بدي حدا يجي يقول لي، انا الخطوط هي اللي بتقلي. طيب عامر، هون في فكره كثير حلوه كمان بتدخل بمجال عملك اللي هي الديكور. قد ايه مهم اليوم نختار الاشكال الصح بكل مكان بنكون موجودين فيه؟ يعني اليوم الديكورات شوي عم بتكون صاخبه، وبعض الناس عم تختارها يمكن لديكور المنزل اوقات لديكورات الاطفال. شو هو الديكور الافضل اذا بدنا نقول لكل زاويه من البيت، ابتداء من الصالون لغرفه الاطفال ولا غرفه نومنا؟ تمام. هلا نحن مثل ما حكينا سابقا بمقابلات سابقه انه نحن كل فراغ بيتطلب له مهمه وظيفيه معينه، فراغ النوم غير فراغ الراحه، غير فراغ الطعام، غير فراغ اللعب. تمام. هاي الفراغات كلها تبعا لوظيفتها، انا بدي اهتم بالاشكال تبعيتها. فانا مثلا فراغ النوم بدي احاول بعد قدر المستطاع عن الاشكال المتقاطعه والحده، هي الاشكال بتولدي شعور بالطاقه بشكل تلقائي. فانا اذا بدي فوت نام وعم شوف اشكال متقاطعه فانا ما رح كون مرتاح نفسيا. فدائما بنلجا للاشكال المنحنيه، دوائر، اقواس، اصف دوائر، اربع دوائر، يعني تقاطعات الدوائر احيانا بتنحط كورق جدران مثلا، عم تعطيني راحه نفسيه اكثر من وجود خطوط متقاطعه ومتكسره بدون سبب. هلا خطوط المنحنيه مو بالضروره تكون خط يعني بفكره الخط انه انا امسك قلم او الدهان او شيء وارسم خط، لا، احيانا عم يكون شكل الخط بشكل المفروشات، بنمط الديكور الجبسن بورد ممكن يكون. فانا عم بستخدم هاي الخطوط لكن كمان مثل ما بنرجع بنقول انه ما له بشكل مباشر كخط، وانما هي عناصر تزيينيه عم يتم اضافتها. فراغ اللعب مثلا عند الاطفال بدي انتبه كثير انه انا بدي اعطيه شعور بالطاقه واللعب والفرح والبهجه، بس بنفس الوقت بدي انتبه اني بعد عن الاشكال الحاده اللي ممكن تاذي الطفل. فانا ممكن هون بهذا المكان استخدم الخطوط المنحنيه اللي هي الخطوط عفوا المتكسره اللي هي تعطيني الطاقه على كرسم على الجدران، او ممكن انا اخلي الطفل هو يرسم ويعطي الاشكال اللي بده اياها، بس ما بدي اوجدها بالفرش لانه انا بجوز اذي طفل اذا زاويه حده او مكان مثلا حد، بجوز الطفل لا سمح الله يوع او ياذي حاله بسبب هذا فانا بدي انتبه كمان انه كل فراغ مثل ما حكينا له خصائصه وله اموره الوظيفيه. يعني معلومات اليوم كثير مهمه وشوي هيك بدها شوي تفكير. تمام. شوي فلسفه. اليوم معك المهندس المعماري عامر بزنا، بدنا نتشكرك على وجودك. شكرا لك. كل الشكر لك عامر وموفق يا رب. شكرا لك، يعطيك العافية.